سلمت وزارة التموين سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. ويهدف هذا المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب ووصول السلع لكافة المناطق بالمحافظات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى القضاء على البطالة. ومن ناحية أخرى، أعلن وزير التموين تخفيض أسعار بعض السلع التموينية اعتبارا من أول شهر المقبل.